بسم الله الرحمن الرحيم. عيد الشهداء هذا العام كان مزدحما بالحركة والثورة. شباب البحريني اتفقوا في كل زاوية يوم أمس يوم 17 من ديسمبر ذكرى شهداء البحرين الذين وقفوا بدم الشهادة على أرض الوطن. شباب البحرين اتفقوا يوم أمس لاستحضار واستذكار إخوتهم الذين مسكوا أشلاءهم سهام الغزو من الخليفة ومن البلدان السعوديين. خرجوا وبيعلموا أن القوات الخليفيين سعوا بكل ما لديهم من إمكانات لمنعهم، فحصروا الشوارع واعتدوا على المنازل واعتقلوا العشرات من المواطنين كأرصفة استباقية لمنع ظهور هذه الأوضاع. أراد أن يعرف الحقيقة أن ما يجري في البحرين إنما هو ثورة عارمة، وأن يوم الشهداء خطة مهمة على طريق هذه الثورة، وأن الشعب الذي يخرج كل يوم ويناني بصوت طاغية هذا الشعب لا يمكن أن يقهر، لأن كل كافة الأساليب التي استخدمت ضده لم تكسر عزيمته، والقد لم يزده إلا تمامه. والتعليم إنما يشجع الشباب على الاستمرار والهرع والإسراع إلى ميادين العمل. إنه شعب حي، شعب حر، شعب يعشق الشهادة ويعشق الحرية. وآل خليفة وآل سعود هم أعداء للحرية، فليذهبوا، لأن الشعب قال كلمته ولا يمكن لأحد أن يكسر كلمة الشعب. فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.